السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان ديالنا كنوجه التهاني لجميع المسلمين والمتابعين ديالي، كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية رب العالمين. إخوان ديالنا نشترك معكم هذا الفيديو هذا، كنتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبخير وفي صحة جيدة رب العالمين. كنتمنى من الله يكون كل شيء فرحان في هذا العيد هذا، في هذه العواشر يا ربي حتى واحد ما يبقى ناقص. كنتمنى من الله جميع الناس اللي يوفقهم شي حاجة وعمل شي واحد شي خير، الله يجعل ربي يوفقه. كنتمنى من الله حتى واحد يبقى ما فرحانش في هذا العيد هذا، كل شيء يكون فرحان، كل شيء يكون مزيان. هذا الشيء اللي كنتمنى من الله. إخوان ديالنا نشترك معكم هذا الفيديو ديال السطح هذا اللي هو كنا سبقنا وريناكم العام اللي فات. هذا العام هذا ان شاء الله يا ربي عاوزنا فيه واحد شويه هذا، منا غنبارك لكم العيد، منا غنوريكم الجلسه السطح ديالنا اللي كنجلسوا فيها، السطح المتواضع كنجلسوا فيه دائما. الحمد لله السخانه دابا الصيف هذا كنعاود قادنا شويه وغنجلسوا فيه ندوزوا فيه العيد ديالنا كما بحال دائما. الحمد لله عملنا فيه واحد شويه ديال التغيير، عاود غيرنا فيه واحد شويه. خليكم تتابعوا معنا الفيديو نعطيكم جميع المعلومات. كما كتشوفوا معنا الاتجاه هذا كان عندنا الحيط تما حيدناه، عملنا الدجاج هنايا باش عطى واحد المنظر. اش كدارنا مدينه كلشي قبالتنا الحمد لله. حنا جينا معلين واحد شويه، عملنا هاد المحيط بقى تعاود هنايا. بقات هادو كاملين كنقادو غير بيدي الحمد لله، كلشي كنعدلو بيدي هنايا كيما كل مرة شوية كل مرة شوية بنادم كيقاد. نتمنى من الله أي واحد يدير كليسة ديالو في السطح، اللي عندو السطح ديالو رزق الله، واللي ما عندوش الله يجعل ربي رزقو. عملنا هاد المحيط بقات هادو كل مرة كنديرو شوية. عملنا هاد لابابو هنا عاود كان عندنا في القنت حيدناه وجبناه لهنا. هاد ملي بغا يغسل يدو ولا شي حاجة يكون قريب. الكليسة ديالنا هي هادي عاود فرشناها كما كتشوفوا، عملنا تفريشة جديدة عاود هاد المرة هادي. عملنا تفريشة جديدة، عندنا الميسة ديالنا هي هادي، هاني راه يكون سبق لكم شتوها مرة أخرى قبل الصا. من غير التفريشة هي زدناها الحمد لله، بنادم كيقاد كل مرة كيقاد شوية، الواحد يمشي على جهدو الحمد لله، ماشي يكلف الله نفسا إلا وسعها. صغير بنادم يعرف يقاد وصافي، راه داك الشي بسيط وكيطيح زوين مكيكلفش شي تكلفة كبيرة، وإنما كل مرة بنادم يعمل شوية. عملنا هاد الحويسات هاهما هنايا اللي كنا ظهرنا لكم، عملوا واحد الشلال هاد العام حولناهم لهنايا قبلت معاود. هادو كيعملو واحد المنظر باش كيجلس، و صراحة كتعطي الجلسة الراحة و نتمنى من الله الصحة والسلامة. هاد الجلسة كتسوى معانا بالقبس ديالها بالضو ديالها الحمد لله، كل مرة كنعملو شوية كما قلنا لكم، ماشي بضربة واحدة هادشي عملنا. جينا لهنا كيما كتساو معانا، عملنا هاد الخاصة هنايا منظر خاص، بس على ديكور خاصة مثلا هي قبلتكم، هادي خدمناها عاود بيدينا كيما شفتو عملنا وراها كتسبعتو معانا العام اللي فات. منظر مزيان كيجي مزيون عاطي المنظر الحمد لله، داكشي بسيط وإنما شوف معنا هاد المحيط عاود كل مرة كنجيبو شوية. من هاد الرواق هنا عاود كنغطيو بيه شوية هنايا، نجيكم اتجاه لاخر هنايا، هذا على برا اللي كان خارج جلسة عاود. هنايا عندنا الشواية هي قوالتكم، نرجعو لكم بعدا هنا الدخيلة هي هنايا. هنا عندنا الشواية هي قوالتكم فينا هي، دابا العيد إن شاء الله يا ربي. هاد المحيط بقات تعاود هنايا، كنا سبقنا بيهم بديناهم أول مرة، بدينا في السطح
بنينا هنا المحبقة ديالها هي قبلتكم هنايا، هي مبنية هادي. عندنا هاد الميسة هنا عاود، الكليسة اللي بغا يجلس بوحدو هنا عاود، الكريسيات ديالها. هذا هنا عندنا الفران، الفران راه سبقت وشتو طيبنا فيه الخبز هاد العام ان شاء الله، باقي ما سخناه شي، ولكن هاد العيد هذا ان شاء الله نسعلو فيه العافية. كتشوفو معنا السطح ديالنا هو هذا، هو قلتكم هادي الدخلة ديالو هي هادي. السطح عندنا قسمنا على جوج، هاد النص هذا خدمنا عليه، النص الاخر كنخليوه نشرو فيه الحوايج. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونكون عند حسن الظن ديال الجميع. تخليونا التعاليق، اي واحد يخلي لنا شي تعاليق واللايكات. كما كتشوفوا معنا هذا المنظر هذا، جينا معلين شويه طريق فين يطيح مرتيل، طريق المرتيل هي هذيك، هنا هي هذيك وقبلتنا كامله. كنشكر جميع المتابعين ديالي اللي كيتابعوني، كيخليو لي التعاليق ديالهم، كنشكرهم هذا المنبر هذا. كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، تهلاو لي فراسكم. حنا عطيناكم هذا الفيديو ان شاء الله في هذه الساعة المباركة، كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، ونكونوا على حسن الظن ديال الجميع. تهلاو لي فراسكم، كنشكركم شكرا جزيلا.